يا فضائي يا فضائي، خير خير؟ وينك وينك؟ تعال جاي جاي الآن. أنا تعالي تعالي يا ديالة، تعالي تعالي. إيش فيه؟ وش فيك يا بنصر؟ تناديني من زمان، ليش؟ في رسالة خطيرة جدا من سنفر. رسالة؟ إيه. وش هالرسالة؟ يقول فيها إنه خلاص سئم ويأس إنه جحدر صار حكيم الكوكب وصار أقوى منه، وأنا قعدت أقول له لا تروح لا تروح عند جحدر، راح بيعلم جحدر كل أسرار الكوكب. أها. وبيعلمه سر قوة الفطر العكسي. يعني وقلت له لا وراح. بيعلم جحدر القوة العكسية؟ إيه، بيعلمه على سر الخزن، بيعلمه كل الخزائن وثرواتنا. حول ولا قوة إلا بالله. إيه؟ لا تقول لي بس إنه جحدر عرفها ولا لا. إيه، يقول سنفر إنه عرف خلاص سر قوة الفطر العكسي. أفا، وانت ايش كان دورك يا بنصر؟ انت دائما ما شاء الله عليك حريص جدا انه ما في احد يعرف، حتى احنا ما تعلمنا، وش خلاك؟ انا منعته في الليل وانا نايم، راح ورجع وانا ما ادري. لا 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 لا، ما اصدق بصراحة. الحين لو عرفها بيسوي فينا الشر والشرور والمشاكل كلها، مشكلة كبيرة هذا الموضوع. ما نمصدق بصراحة. إيه، وهو عنده أيديولوجية شريرة غير مبررة. حول ولا قوة إلا بالله، والله بصراحة ما أندري وش نقول. يعني مهما سوينا حتى أي أيديولوجية مشكلة كبيرة علينا. حنا بصراحة يا بنصر لازم 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 نوعي أهل كوكب سنفر ونفهمهم إنه هذا الموضوع خطأ، وما يوقفون مع جحدر، وحتى لو كان يعرف عنها لازم نبين انه ضعيف. اوكي، اتفقنا يا فضائي؟ المشكله الان انه لو شو اسمه، لو صدق جحدر كان عارف سر قوه الفطر العكسي، حيشوفون عصابه الفطر الاسود، يعرفون انه في احد عارف غير سنافر سر قوه الفطر العكسي، وراح يسلطون كل الكواكب علينا. لا لا لا، احنا لازم نكتشف انه جحدر يعرف ولا ما يعرف. خلي الموضوع علي. كل سامع احد.